السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي طالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا مرحبا بكل حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان سورة الفيل، وهذه السورة حفظ، وسوف نتناول حبيباتي دعم وتثبيت لسورة الفيل. وقبل أن نبدأ حبيباتي كما تعودنا، ينبغي علينا أن نتعرف على القيمة الشهرية وهي المشاركة، والقيمة الأسبوعية وهي الأمانة. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن تكتب الطالبة الصورة تلاوة صحيحة، والهدف الثاني أن تذكر معاني الكلمات الجديدة في السورة. وقبل أن نبدأ حبيباتي في تلاوة السورة، ينبغي علينا أن نعرف أولاً آداب تلاوة القرآن الكريم. فأول شيء هي الطهارة، ثانياً الاستعاذة، ومعنى الاستعاذة أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة وهو أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الخشوع والجلسة الصحيحة. هيا بنا حبيباتي لكي نبدأ بالهدف الأول من أهداف الدرس، وهو أن تتلو الطالبة السورة تلاوة صحيحة. هيا بنا حبيباتي لكي نستمع معا إلى التلاوة النموذجية لسورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والآن حبيباتي ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة في السورة. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على معاني الكلمات. فأصحاب الفيل، المقصود حبيباتي بأصحاب الفيل أي جيش أبرهة الذي أراد هدم الكعبة. تضليل أي هزيمة وهلاك. سجيل أي طين متحجر ملتهب. طيرا أبابيل أي جماعات كثيرة من الطيور. كعصف مأكول أي كورق الشجر اليابس المطحون. والآن حبيباتي أريد من كل طالبة أن تذكر لي ماذا ترى في هذه السورة. أحسنتم، نرى الكعبة وفيل وجيش أبرهة يتجهون إلى الكعبة. وهذه السورة حبيباتي تبين لكنا ماذا فعل الله عز وجل مع جيش أبرهة، حيث أنه أرسل عليهم طيرا أبابيل. وهذه السورة حبيباتي أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طيرا أبابيل، ماذا فعلت هذه الطيور؟ ترميهم بحجارة من سجيل أي بحجارة أي طين متحجر ملتهب، فجعلهم كورق الشجر اليابس المطحون. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا الاستفادة من سورة الفيل. أولا أن الكعبة بيت الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو حامي بيت الله. ثانياً، عدم الاعتداء على الآخرين. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 29، وذلك الإجابة على السؤال الأول. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بحفظ السورة الكريمة.
حفظاً متقناً.